على عدة مقومات، أهمها السلوك الإنساني في التنظيم ودوافعه. وهنا يجب أن يتوائم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع. ولكن إذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقة الحرية، فإن ذلك يرجع لأحد الأمرين. حاجة زي الأولى كده، حاسس انها علبة بدر بتاعتي. لجنة حقوق الإنسان حري بنا، حري من شخص الناس اللي جنبنا دي تبقى مراته. سلام. قال لك حريم بنا. يعني اللي جنبنا دي خارجين على سلوك هذا المجتمع، يجب أن يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا أن نستمع إلى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي، فليتفضل. انت بقول لك مزنجر اللي يطلع مش مزنجر، انت الجنرال مانجر. انا اللي اطلع انا. انت شغال مبيت حشري؟ ده موظف كتكوتة. برب استر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه، واقول له ان انا يعني هعكم على نقطتين. اول واحده التشرد الاطفالي. بالنسبه لتشرد الاطفال، احب اقول ان تشرد الاطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس ابسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. فعتبة ندان عدين التيزة للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان إن النهاردة الجنيه غلب الكرنيه، ودي أمر واقع النهاردة. فلازم نكون ذات نظرة مبعدية شوية، يعني كنت صاحبتها، وإن إحنا نبدأ نفكر يعني إيه هو نضيف اللي ساعدتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لان احنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبه للتشرد الاطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك كيس بلاستيك وتحت كوبر الملك الصالح، وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فرد الكوشت، وروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته، فعايز منين الهوا النظيف. فيعني شوفوا لهم حل، ابنوا لهم بيوت، اعملوا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المزنق احب اوجه كلام للسيد المسؤوم رئيس لجنه حقوق الانسان، ان ان ان, إن لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيانا المريض بعد المعده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض. توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده ده طبيعي جدا. اتس امبوسيبل. انت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستين في ساونه. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. لبسته جلابيه حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه انت لو خدتيه وغيرته جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. عملوا متين كاسة مع بعض كلها مأسويات، لازم يموتوا لآخر المسلسل. هو عنيف رصيف مدينة خمسة ده، لدنا عند العزيز دي. ما مش استنى. لا. شاكي ناس على الوصول. ايه شاكي ناس على الوصول دي؟ شاكي ناس؟
ايوه انا السجاده ده انت بعتك جبيها ولا قفص قرص ولا ايه يعني ايه ايه دي بنتنا شاكيناس بنتنا والله العظيم انت نسيت ان احنا مخلفين لا والله انا كنت بعذر بس والله انا عارف تعال ارجوك اعملها كويس عشان خاطري بليز حبيب بابا حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمة الدنيا حبيب بابا حبيب بابا يعني يجي بعيك قوي يا حبيبتي يا ما بتردش لي خرصة ليه دي مش بنتنا يا رياض ما بنت مين دي بنت الشغالة بتاعت ماما والله انا معلش ما يعني انا برضه قلت يعني انت بيضا وانا بيضا ازاي نخلف صباع العجوة يا سلام يا دادي مامي يا مامي صوتي اتغير كده ليه معلش سلامي يا دادي انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت بونس الكروته دي ده انبهله يا شافه صح بوتاجاز يا بوتاجاز اسمها ايه البت حلقت لي زي ما اكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض انت معودها على كده انا معودها على كده ايوه طب اعمل ايه اطلع لها عشان خاطري بليز اطلعها على طول بليز افضل اسمها ايه شكي الاسم اللي عايزه تتلوج دي يا شاكر بس بقى ستة وبعدين عمو التنين خد عقد المغارة بتاعت ابوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين بقى شاطر اللمبي رماه في الغوبة صحي الصبح بقى بعدها كان يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه بني آدم تاني مش فاهم أي حاجة تفتكر ده يبقى إيه؟ ده بحمار حضرتك ده مين ده؟ هو بحمار ذكية يا بنت النور Yeah!